احكي لي بدون تفكير الوالدة شنو كاتبها بالتليفون؟ أم حبيبتي، لو حبيبتي أمي لو أم حبيبتي، واحدة من الاثنين. لازم العلاقة قوية. طبعاً. أنت الوسطاني الصغير. أنا الكبير. عيني القلادة. بس أحب أعطيك معلومة، الصغير ترى مدلل أكثر. أنا علي إنه أدي واجبي، كل شيء غلط يعني. ما أحنا نحكي كمشاعر. لا أنا صحيح. واجب الحقيقة. إي صحيح لا. إذا تشوفين أنت خاب. نقدم لها تحية طبعاً والله يخلي لك إياها يا رب. الله يخليك. وانت ايش كاتب الوالدة؟ الوالدة. بس الوالدة؟ ايه؟ ليش؟ لا حب لا قلب لا الغالية. ما على شنو؟ على اخرى. هاي ليش؟ لا لا ليش؟ بالعكس والله موت عليها يعني. موت عليها؟ روح من الدنيا. دغنينا لعد على الوالدة. لا تصوت حلو.